سلسله صناعتي اليوم صنعها لكم هاي شيء تستخدم الكاميرا يعني عنده كاميرا يقدر يستخدمها إلها طبعا هي موجوده بالسوق تقدر تشتريها بس ما يقدر يشتريها وما يريد يشتريها يقدر يسوي هاي وكيد راح تخدمه هواي مثل ما شايفين هاي هي اول شيء نشرح عليها شو استخدمت بيها بعدين نشرح شنو هي للمعرفة اول شيء استخدمت بيها كارت تقدر تستخدم كارت مال بنك او اي شيء المهم يكون كارت قوي مثل ما شايفين ما ينكسر يعني بسهوله استخدمت ويا صمغ واستخدمت ويا صوت تقدر تستخدم اي شيء بس اذا مثلا كانت كرت عندك لون واحد او قطعه واحده يعني مثل ثلاث كروت من شركه واحده تقدر نفسها تخليهن او اذا عندك اكثر من كرت تقدر تخلي صبغ او لاصق او اي شيء على مود بس الشكل استخدمت طبعا اول شيء قياس طبعا على الشاشه اللي عندك طبعا اول شيء اذا عندك كاميرا وعندك هيك شاشه يعني إذا ما عندك هيك شاشة ما راح تستفاد من هاي بس إذا عندك هيك شاشة راح تقدر تستخدمها وتستفاد منها طبعا هي موجودة مثل ما قلت لكم بالسوق بس تقدر أنت تسويها إذا ما تقدر تشتريها هي راح تجي هالشكل راح تكون يعني لازم هيك شاشة على مود تقدر تستخدمها بالشكل اللي تريد هسه خلينا نشرح عليها أنا ما فهمت الفكرة بالأول مثل ما قلت لكم استخدمت بها الصوت وطبعا لازم تقيس على الشاشة اللي عندك مال الكاميرا وتضبطها والفتحات مال الكاميرا وإذا فرقتها بهذا الشكل الشاشة يعني لما تركب عليها لازم تسويها بالأشكال الشكل يعني ورا وأمام طولت بها كم ساعة تقريبا تجوز ساعتين هالشي تستخدم بها صمغ عادي تستخدم أي صمغ عادي وصبغ إذا ما عندك صبغ تقدر تستخدم بها لاصق أسود أو أي لون أنا استخدمت صبغ أبيض تقدر تستخدم أي صبغ هنا خليت هذا أول شيء بعدين هنا عندك هاي الجهة وهاي الجهة خليت من هذا يكون تقرير مثلثة هنا عندك هاي وعندك تقدر تخلي هاي وتقدر تشيل تقدر تخلي هاي هاي الفتحة خليت على مود الشاشة لأن بيها مثل ما شايفين هذا الشغلات من هنا وتفتح الشاشة منها لازم تخليهن اثنينهن لان ما راح تركبها بهذا الشكل راح تكون عندك الفتحه هاي الفتحه وهاي الفتحه لازم تسوي هاي الفتحه وما راح تفرها بهذا الشكل الشاشه ما راح تركب الا يكون بها هذه الفتحات لازم تسوي اربع فتحات طبعا تقدر تخليها منها تنسد اي شيء عندك مثل الجلد تقدر تسدها بي او تقدر تعوفها لان هي ما راح توقع يعني الا واحد يوقعها فيه تقدر تتحكم بها شلون ما تريد يعني هاي اول شيء يستخدموها للتصوير الخارجي يعني تصوير برا يكون يعني شمس وضوء قوي الشاشه ما راح تقدر تشوف منها انت التصوير يعني شيء حلو وبسيط طبعا هو مثل ما قلت لكم اكيد موجود بالاسواق بس تقدر تسوي بايدك المهم نجرب مثلا نصور بها او نستخدمها يعني شلون الاستخدام راح يكون طبعا تقدر ما قلت لكم تركبها بهالطريقة راح تركب يعني مثل ما شايفين تقدر تصور بيها بالشيء اللي تريده تقدر تتحكم بيها بس تركبها عدل وتقدر تتحكم بيها بالشيء اللي يناسبك يعني شيء حلو وبسيط واحد يقدر يسوي اكيد بالبيت طبعا هاي كلها سلسلة عمود تقدر تسوي شيء انت بالبيت صناعتي تستخدم اي شيء بالبيت طبعا لا تقدر تشتري شيء من السوق يعني اللي يكون سعره مو غالي تقدر تستخدمه اكيد اذا يساعدك بس السلسلة كلها على مود تستفاد منها وتسوي شيء بالبيت المحتاج انت بالكاميرا والاي شيء تقدر تستخدمه وصنعها مع صانع اكثر من سنة سنة ونص تقريبا للحلقة 12 طولت عليكم اعرف بس على مود تعرفون هاي شنية وشلون تستخدم والما يعرفها اكيد لازم يعرفها جزء تنفع بالمستقبل المهم طورت عليكم جوجل تخباية هذا كنتم رابط قناتنا على فيسبوك تويتر انستغرام وجوجل بلاس واكيد رابط قناتنا اذا انت مشترك ادخل واشترك في نهاية الحلقة اذا انت مشترك اشترك انطي رايك تقييم الفيديو وسوي شير على مود كل الناس وشوفوا الفيديوهات كان معكم سعد في امان الله.